FM. الكلمة ليك. احنا قلت لك ان التهمات تمارسه الدولة لا يختلف في شيء عن الارهاب. هناك ارهاب في الجبال. بمعنى؟ هناك ارهاب في الجبال يستهدف حياتنا. خطر الارهاب ولا؟ وهناك ارهاب اخر لكنه ارهاب منظم تمارسه الدولة وهذه الحكومة وبسلطة القانون. فما اللي يقول لك الارهاب الاكبر هو تجهيل الشعب. هذا الارهاب الذي تمارسه الدولة. أي تجهيل وهي الشعب التي تجوع الشعب. منين جاي؟ من خيارات هذه الحكومة. ومن غياب الأساتذة. لا الأساتذة راهم مش هم اللي يسيروا في المنظومة، اللي يسيروا في المنظومة هي وزارة التربية، هي اللي تسير في المنظومة، هي هذه الحكومة هي اللي ترسم الخطوط الكبرى. ولهذا قلنا لهم احنا ضد خياراتكم. أنا نفهم وقت اللي عندي صغير يقرأ وما نعرفش عليه أنا لا تخل يقرأ لا ما تخلش. آلاف التلامذة يلقاو روحهم كل يوم يمشي الصباح يا يلقى روحه قدام المعهد يا يلقى روحه يقرأ في القسم، وتهبط لي من بعد التصوير يظهر لي الناس الكل شافوه نتاع الأساتذة في إضراب طاولة من هنا الغادي بالكروسون والقاوي. أنا شنو تحبني نخم؟ هذاك باش نجاوبك عليه. هذاك رسالة رمزية أننا نحتفل بنضالاتنا. والتلميذ لا يحتفل قدام واحد مع قدامه شارع وقدامه كراهب. التلميذ يوميا قدامه الشارع والكراهب. وأنا يدخل يقرأ. يدخل يقرأ أي نوعية نتاع قراءة يدخل يقرأ. أما يدخل يقرأ. أخي جاردوري هو ولا الأولياء نحب أن نقول لهم تو نبلغهم رسالة. تفضلوا يجاوب أحزان ومرحبا بكم. ما نحبش أولياء يلموه مع الأسف ميليشيات مأجورة اللي قالها محمد ال رئيس الحكومة محمد الغنوشي الأغلبية الصامت اللي يجيبوهم بالكيران كما كان قبل وقت بن علي يلموهم بشي صفر. كابا فهم الكلمة ليك.